أعزائي المشاهدين، أهلا بكم. تتحرك دوامة جديدة من الشكوك في الفترة الأخيرة، وليست في الفترة الأخيرة حصريا لكنها من فترة طويلة، لكنها تصاعدت كثيرا الفترة الأخيرة حول مسألة تاريخية يسوع. هل ما يعلنه التاريخ عن يسوع المسيح هو نفس ما يؤمن به المسيحيون؟ هل لنا الوثائق التاريخية العالمية بعيدا عن وثائق تسجيل الأناجيل للمسيح التي تثبت أنه كان شخصا حقيقيا بهذه الصفات كتاريخ عالمي يعترف به خارج الأناجيل، أم أن كل ما نملكه عن سيرة يسوع المسيح هو 4 أناجيل وفقط؟ إنها أسئلة كثيرة طرحها كثير من اللاهوتيين المحدثين أمثال رودولف بولتمان وفريدريك شتراوس، وهما ألمانيان كانا يعملان بدراسة اللاهوت وقد بدأ يشكان في تاريخية يسوع. مؤخرا عقدت ندوة يسوع في أمريكا ب70 عالم يدعوا أنهم اكتشفوا أن هناك مشاكل تاريخية فيما نسب إلى يسوع تاريخيا. كل هذه الأسئلة نطرحها اليوم في حلقة ساخنة جدا، فابقوا معنا. هذا الغبار الكثير المتطاير المتناثر حول تاريخية يسوع نود اليوم أن ننفضه من كتب التاريخ، فنحن لن نغلق كتبنا المقدسة لأن هذه تعلن عن يسوع الإيمان ما نؤمن به، لكننا نريد أن نفتح سجلات إضافية لتأكيد أن ما يوجد في الكتب المقدسة تاريخيا أيضا على حق أم غير ذلك. يسعدنا في هذه الحلقة أن نستضيف معنا الأستاذ لوثر خليل، وهو باحث في علم الأديان المقارن، ودكتور فريز صمويل، وهو أيضا باحث وكاتب وله العديد من الكتب. أهلا بكم. موضوع النهاردة هو موضوع يمكن غير مطروق أو غير مطروح في الساحة العربية الإيمانية كثيرا، لكنه لأنه نحن في عصر سماوات مفتوحة، وكل يعني الأفكار الموجودة في أي مكان في العالم النهاردة سريعة التطاير من مكان إلى آخر، فيجب أن نلاحق أي مسألة تشكك في إيمان. كيف نتأكد ونثق أن ما وصلنا اليوم عن المسيح من الكتاب المقدس أنه تاريخيا مضبوط، وأنه لا توجد أي فجوات تاريخية أو ثغرات أو أمور سقطت تحت ركام التاريخ ممكن تشكك في الأمر بجملته؟ لقد بدأت هذه المشكلة بأصحاب مذهب الشك التاريخي، وهم يفرقون ما بين مسيح الإيمان الذي آمنت به الكنيسة الأولى وما هو مذكور في كتابنا المقدس حتى اليوم، ويقولون أن مسيح التاريخ الذي عاش في الناصرة منذ 2000 عام يختلف كثيرا عن ما آمنت به الكنيسة. بدأ هذا الموضوع في القرن 18 عندما ظهرت مدارس النقد العصري الهاير واللور كريتسيزم، وكان أشهر شخص تكلم عن هذا الموضوع اسمه صموئيل ريمراوس. هذا الشخص قال أن يسوع لم يزعم أنه المسيح، ولم يتنبأ بموته، ولم يقم من الأموات، وتاريخه ليس سوى خداع متعمد من التلاميذ. بالمناسبة يمكن استكمالا لكلام حضرتك، هذا ما نسمع عنه بكثرة في هذه الأيام بشكل روائي في دان براون وشفر دافنشي وبأشكال أخرى كثيرة. يعني في سنة 1835 ظهر شخص اسمه فريدريك شتراوس ألماني، وكتب كتاب اسمه حياة يسوع، أنكر فيه كل المعجزات التي قام بها المسيح. ثم تطور هذا الأمر مع شخص اسمه رودولف بولتمان، وده تقريبا هو اللي بلور المذهب أن عقيدة الكنيسة دخلتها كثير من الأساطير، وقال إني أعتقد بالفعل أننا الآن لا نستطيع تقريبا أن نعرف أي شيء بشأن حياة وشخصية يسوع طالما أن المصادر المسيحية المبكرة لم تبدي اهتماما بكليهما، ولكن علاوة على ذلك فهي مؤلفة من شظايا أو شذرات تتسم بالطابع الأسطوري. رأى هذا الشخص والذين اتبعوه من مدارس الشك التاريخي أن كثيرا ما في الكتاب المقدس هو أساطير أضافها التلاميذ أو أتباعهم نقلا عن ديانات أخرى. عندما رأوا تفرد المسيح عن كل والمسيحية عن كل الديانات الأخرى حاولوا أن يلغوا هذا الامتياز، وقالوا أن ما فيها نقل من ديانات أخرى. وعندما نحذف ما يدعون أنه أساطير
ميلاد المسيح العذراوي ومعجزات المسيح، قيامة المسيح، نزول المسيح إلى الهاوية، مجيء المسيح الثاني، لا نستطيع أن نقول ما لدينا هو كتاب مقدس أو إنجيل، وهذا ما يهدفون إليه. كيف نرد على مثل هذه الأقاويل وما تبلور عنها؟ وأعتقد أن أحدث مدرسة في النقد العصري هي جيزس سيمينار، جمعية تتكون من 70 عالم يدعون أنهم علماء الكتاب المقدس، تكونت في أمريكا سنة 1985. يقولون، هذه المدرسة تقول، أن 2% من الأقوال التي جاءت على لسان المسيح في الأناجيل هي أقوال صحيحة. 2% من الأقوال فقط. 16% مشكوك في أصالتها، و 82% أقوال لم يقولها المسيح نهائيا. 82% أقوال من الأقوال التي جاءت على لسان المسيح في الكتاب المقدس. أمال مين اللي قايلها؟ أن الكنيسة الأولى هي التي وضعت هذه الأقوال على لسان المسيح، وهذا ما يقولون أنه هو مسيح الإيمان اللي احنا نؤمن به. لكي نرد على هذه الأقاويل نقول، استسمح، أنا يعني أخذت مسح تاريخي رائع عن الاتجاه بدأ منين ومش ازاي وهكذا. هل معنا أدوات واقعية علمية يعترف بها عالميا نبحث بها تاريخية موضوع المسيح؟ يعني أنا مش عايز أقول نرد، أنا مش داخل علشان بس أرد، لكن أنا عايز أقول بموضوعية واقعية الأدوات دي كذا وكذا 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 يمكن أن تمكننا من معرفة يسوع، سواء إن كان هذا يمثل رد أو يمثل إثبات للكلام. عندنا ردود أو أدوات منطقية وعندنا براهين من خارج الكتاب المقدس اللي نتكلم عنها في نهاية الحلقة، تثبت أن المسيح شخص كان له وجود تاريخي، شخصية حقيقية، ليس أسطورة، وما قام به وما تكلم به هو أمور وأحداث حقيقية. زي إيه الأدوات دي؟ أولا الرد المنطقي، التلاميذ قد دونوا الأناجيل، ولو لم يكن التلاميذ أو أتباع المسيح هم الذين قد دونوها وهم يهدفون إلى تدوينها، ما كنا نجد بين أيدينا اليوم أناجيل. ثم عندما دونوا، احنا ما عندناش مشكلة ان احنا نقبل ان التلاميذ دونوا الأناجيل، بس هؤلاء التلاميذ مشكوك في تاريخية او يعني صدقهم تاريخيا، هم يشككون فيما دون ويقولون ان مسيح الأناجيل ليس هو المسيح الحقيقي، المسيح التاريخي الذي عاش في الناصرة ليس هو المسيح الذي كتبت عنه الأناجيل. تمام. فعندما نثبت ان التلاميذ كتبوا عن شخص حقيقي وأحداث حقيقية وبصدق، فإننا بذلك نلغي جزء كبير من الاتهامات التي يوجهونا إلى إيماننا أو إلى مسيحنا اليوم. قلت إن التلاميذ كان هدفهم أن يدونوا كتاب مقدس، والدليل على ذلك أنه بين أيدينا، وعندما دونوا فقد دونوا بكل دقة، كل دقة تاريخية. فمثلا البشير لوقا كاتب إنجيل لوقا يقول: رأيت أنا، إذ كان كثيرين قد أخذوا في تأليف قصة في الأمور المتيقنة، عندنا يضيف: رأيت أنا إذ قد تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق، أن أكتب على التوالي إليك يا العزيز ساوفيلس لتعرف صحة الكلام الذي به علمت. فهو مؤرخ. Objection. أنا النهاردة هكتب أي كلام، قبل ما أكتب أي كلام هاجي أقول لك على فكرة الكلام اللي أنا كتبه ده زي الفل وصحيح، هذا كلام مرسل، اديني دليل على ان ما ادعيه من صدقي صح. انا اقول لك حاجه، فضل. انا اقول لك بس ملحوظه واحده وبعدين الدكتور يكمل. اتفضل. انا ممكن اكذب كذبه اذا كانت الكذبه دي هتجيب لي فايده، هتجيب لي منفعه، لكن لو مش هتجيب لي فايده او منفعه هستمر فيها. لكن عند الموت لا، هقول انا عيل وهرجع، مش هموت علشان كذبه انا كذبتها، لا هرجع اقول لك كذبت. تلاميذ انت تقرا تاريخهم، اللي مات مصلوب واللي مات مقتول واللي قطعت رقبته، كل واحد قاس المرار يعني. فاذا هم التلاميذ في النقطه دي تحديدا اللي كلام عنها الدكتور، لا مش هيموتوا، هيكذبوا كذبه ويصدقوها ويموتوا عشانها كمان. في القرن الاول ماتوا ميتات شنيعه، واللي استلموا منهم بعد كده في الثلاث قرون الاولى جيل سلم جيل وهكذا، كلهم ماتوا ميتات شنيعه في الثلاث قرون الاولى المسيحيه. يعني موت التلاميذ لهذه الفكره يثبت طبعا. طب ما في اتباع اديان كثيره بتموت من اجل فكره ومن اجل عقيده هما بيفكروا فيها. مين دول؟
قلنا مين؟ ناس كتير جدا في أديان مختلفة بيموتوا شهداء للأفكار بتاعتهم. هو لما نتكلم عن الأدلة يجب أن يؤخذ مجمل الأدلة معا. فالتلاميذ كانوا شهود عيان، يعني ما أضافوش أساطير لكنهم كانوا شهود عيان لشخصية حقيقية ولأحداث حقيقية. وعندما دونوا هذه الأناجيل كان هدفهم أنهم يوصلوا هذا الشخص أو رسالة هذا الشخص للآخرين، وكونهم أنهم يهدفون إلى ذلك فهذا يمنعهم أنهم يكونوا مزيفين أو مزورين. السؤال، لماذا تأخر تدوين هذا التاريخ إذا كان صادقا على حد تعبيركم إلى ما بعد صعود المسيح بعشرات السنين، الأمر الذي كان يتيح الفرصة لعديد من الأساطير أن تنمو في هذه الفرصة ما بين موت المسيح وقيامته ونهاية حياته على الأرض وما بين بداية التدوين؟ ما فيش عشرات السنين ولا حاجة. مين قال عشرات السنين؟ مرقس يكتب إنجيله الأول تاريخيا سنة 90. لا، مين قال كده؟ أنا بقول لك كده، مراجع الكتاب المقدس. لا، ما فيش الكلام ده. سنة 90 مرقس كتب. يوحنا هو اللي كتب سنة 90. كويس، يوحنا كان عايش وكتب آخر الكل، لكن طيب. عندنا مرقس ومتى ولوقا كتبوا في 30 سنة اللي بعد المسيح. وبعدين وقت ما كان هم كانوا بيتكلموا شفوي وكانوا بيعلموا وكان النمو بيزيد بالشفوي اللي بينقلوه للناس. لكن في وقت لما احتاجوا انه هينتشر هيخرجوا بره فلسطين كان لازم يكتبوا. والكتابات دي انتشرت في وقت سريع قوي. النهارده لما لقى ان انا عندنا مثلا في الاقصر يكتشفوا مخطوطه لانجيل متى ويتعمل عليها مجموعه من التحليل العلميه يلقوها ترجع لسنه من 60 ل70 بالكثير، ده معناها ان هي اتكتبت نص اتكتب قبل كده بعشرين سنة. كويس، عشان يوصل من فلسطين للأقصر ده معناها اتكتب قبل كده بعشرين سنة على الأقل. يعني معناها كده انجيل متى اتكتب بعد صعود المسيح بعشرين سنة ومرقس زي. كويس، ففين العشرين سنة دي؟ عمر ولا حاجة في وجود نمو مسيحي كبير في الوقت ده في فلسطين وخارج فلسطين. انتوا جايين عشان تدافعوا اولا ولا جايين عشان تقنعوني؟ احنا مش بنتريق. احنا نقول المقدس هيثبت. ما اقول لك حاجة بس، وانا هكلمك من كتاب المقدس نفسه. ان نقل الكلام الشفوي معرض للتزييف. من نفس الكتاب انجيل يوحنا، انجيل يوحنا اصحاح 21. وانا اقول لحضرتك هذا ليس ولا تخشى منه، هذا ليس تزييف للتاريخ. طب بس انا اقول عشان اقول لك ما تصورش ان احنا جايين ندافع، لكن نحن ناتي لنقدم الحق الكتابي خمس. كما نؤمن. لا، الحق التاريخي لو سمحت النهارده. طيب، ليس لدينا. التفت بطرس ونظر التلميذ الذي كان يسوع يحبه يتبعه، وهو ايضا الذي اتكى على صدره وقت العشاء، وقال يا سيد من هو الذي يسلمك؟ طيب، فلما رأى بطرس هذا قال ليسوع يا رب وهذا ما له، كلام على يوحنا. قال له يسوع إن كنت أشاء أن يبقى حتى أجيء فماذا لك؟ اتبعني أنت. لغاية كده كواحد بيكلم واحد. فداعى هذا القول بين الإخوة أن ذاك التلميذ لا يموت، ولكن لم يقل له يسوع أنه لا يموت، بل إن كنت أشاء أن يبقى حتى أجيء فماذا لك. واضح أنه في كلام هو بيتنقل غلط. لا، وكلام مثبت أنه بيتنقل غلط. هو مين اللي قال؟ هو كونه أنه فهم قصد المسيح غلط يبقى ده اتنقل غلط. هو ذاع هذا القول من الإخوة، هو لأنه هو فهم اللي قاله المسيح غلط. المفهوم اتنقل غلط. التفسير اتنقل غلط. التأويل اتنقل غلط. حضرتك كمل بقى النص كده ففهم هذا غلط. وبعدين بيقول ولكن لم يقل يسوع له يسوع يعني أنه بس الكاتب بيوضح أن حصل سوء فهم وانتشر في الحال وتم تصحيحه في الحال، لكن ما تقوله أنت أن هناك تأخير في التدوين وهذا كان فرصة لنمو الأساطير. أنا بقول من غير التأخير بتحصل مشاكل والكلام رايح جاي بينهم من بعض. أهو هناك فرق بين هذا النص اللي قريته ده سوء فهم في تفسير المسيح. لم يحدث تأخير، كلنا نعرف أن المسيح اتصلب تقريبا سنة 33 أو ربما على أقصى تأخير سنة 35. إنجيل مرقس دون على حسب رأي بعض المفسرين سنة 45 أو 50، فالفترة لم تتعدى 20 سنة. هذه الفترة كان فيها التلاميذ الذين دونوا هذه الأحداث شهود عيان، ثم كان هناك من غير التلاميذ أيضا شهود عيان آخرين. عندما يتحدث الرسول بطرس في سفر أعمال الرسل الأصحاح الثاني ويتكلم عن موت وقيامة المسيح يقول لليهود الذين يسمعونه وأنتم تعلمون. فهنا نرى شهود عيان دونوا الأحداث،
قدموا هذه الأحداث أو تكلموا بها أو كتبوها وكان هناك آخرين لم يؤمنوا بالمسيح بعد شهود عيان. فلو كانوا التلاميذ غير صادقين فيما دونوا كنا سنجد شهود العيان اللي هم ما زالوا حتى هذه اللحظة ربما أعداء للحركة المسيحية والإيمان المسيحي كانوا يكذبونهم. فالفترة كان هناك ينتشر فيها التقليد الشفاهي، وكانت هناك كتابات قد بدأ الناس يكتبونها لكنها ليست هي الأناجيل التي كتبها تلاميذ ورسل المسيح. تمام. ونحن نعلم كما يقول الرسول بطرس لأنه لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان بل تكلم أناس الله القديسون المسيحيين. يعني أقول لك آية من رسالة بطرس الثانية الإصحاح الثالث، كما كتب التانية. بطرس الثانية 3:15 كما كتب إليكم أخونا الحبيب بولس أيضا بحسب الحكمة المعطاة له. ده عايز يقول إنه وقت ما بطرس كان بيكتب الرسالة دي كان بولس كتب رسائل، بولس ورسائل كتب أول واحد، يعني أول واحد كتب بولس بعد يعقوب. ده يقول إنه الرسائل كانت معروفة، ده يقول إنه الإنجيل وقصة حياة المسيح وتعليم المسيح اللي ده للرسل كانت معروفة في القرن الأول للتلاميذ. أوبجيكشن تاريخي، اعتراض. بولس خلص كل الرسائل بتاعته قبل أول واحد من التلاميذ ما يكتب سيرة حياة المسيح، ده إن كان من التلاميذ أصلا، لأن مرقس لم يكن من التلاميذ. وكان بولس في هذه الفترة على حسب ادعاء البعض قد أرسى لاهوت إيماني يخص المسيح. اللي حصل بعد كده إن علماء كتاب الأناجيل راحوا قالوا له أنت كلامك مظبوط، وعملوا قصة على ما كتب بولس. ما ردك؟ إذا أنت تتكلم عن التاريخ فليس هناك دليل مادي على أنه حدث تواطؤ، إذا جاز لنا أن نقول هذا الكلام، ما بين الرسول بولس وكتبة الأناجيل فيما كتبوه. فكتبة الأناجيل كتبوا باستقلالية تامة، وكان تركيزهم أن يدونوا لنا سيرة المسيح، بعض الأحداث التاريخية وبعض التعليم، ثم يتحدثون أساسا عن هدف مجيء المسيح وموته. وإذا كنت تعتقد أن التلاميذ مثلا قد تواطؤوا في نقل قضية مثل إلوهية المسيح، أنا مش بعتقد، أنا بنقل لحضرتك ما يدور في الساحة ولابد أن نواجهه بشفافية. كويس، ما هو ده الكلام اللي الناس بتقوله النهاردة، أن بولس هو اللي أدخل في المسيحية أنه المسيح هو الله، وده مش صحيح. لو كلام واقعي بيتقال. طيب لو نرجعنا للعهد القديم في أشعية 9:6 لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرئاسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا. يبقى الابن ده هيبقى إله قدير، الابن هيبقى إله، دي نبوة عن المسيح. ولو رحت لسفر دانيال وده قبل المسيح، وده تم في المسيح، وده تم في المسيح. لو رحت لسفر دانيال الإصحاح 7 الآية 13 كنت أرى في رؤى الليل وإذ مع أصحاب السماء مثل ابن إنسان أتى وجاء إلى القديم الآن فقربوه قدامه، ده إنسان عن تجسد المسيح، فأعطيه سلطانا ومجدا وملكوتا. شوف مواصفات الإنسان ده إيه، تتعبد له كل الشعوب. خلينا نكمل لو سمحت، تتعبد له في كل الشعوب والأمم والألسنة، سلطان وسلطان أبدي ما لن يزول وملكوته ما لا ينقرض. إذن مواصفات الإنسان ده أنه ليه سلطان أبدي، ليه ملكوت تتعبد له الشعوب، بسيط. ده لازم يكون الله. كويس، انا بقول لحضرتك اذا احنا القضيه بقى هنطلع بره بولس خالص. القضيه مش بولس، ده هو كلام جميل جدا. ده كلام كده، احنا عندنا قد ياتي فيما بعد وليس بالضروره ان يكون يسوع التاريخي. النبوات دي اتحققت في المسيح. إزاي؟ فمش بولس هو اللي زرع. انت اعتبرت المسيح هو الشخص الملك و اثبات تاريخيا انه هذا الشخص بهذا المستوى فعلا. لكي نقطع الشك بالقصه، الحقائق التي تتعلق بالاديان تؤخذ من كتب الدين، يعني المصدر الرئيسي لإثبات إيمان المسيحي هو الكتاب المقدس. فنحن نبني إيماننا على ما جاء في كلمة الله، لأن هذه الكلمة كافية للإيمان. لا أنا أكمل، كافية لإيماننا القلبي والاقتناعنا العقلي. كل الكتاب، الرسول بولس يقول كل الكتاب هو موحى به من الله، نافع للتعليم والتوبيخ، للتقويم والتأديب الذي في البر، لكي يكون إنسان الله كامل. فكلمة الله هي مصدر إيماننا، لكن هذا لا يمنع أننا نستعين بالمصادر التاريخية لنبني إيماننا على مصدر تاريخي سواء سلبي طبعًا. أو إيجابي طبعًا. نبني إيماننا على ما جاء في كلمة الله، لكن لكل المتشككين والمتسائلين لدينا من خلال المصادر الخارجية ما يثبت. إذا نتحدث عن المسيح أن هناك مسيحا كان يوجد تاريخيا، نفس هذا المسيح الذي عاش في الناصرة هو الذي آمنت به الكنيسة الأولى وهو الذي نؤمن به نحن حتى. أنا في عرضك اديني بعض هذه المراجع التاريخية للي عاوز يتثبت من هذا الكلام.
هل هناك مراجع تاريخيه فعلا؟ طبعا هناك كثير من المصادر التاريخيه البعيده عن المسيحيه. طبعا تمام. هناك كتابات يهوديه، فقد جاء في التلمود بعض الاقوال عن المسيح. ما هو التلمود اليهودي؟ التلمود هو كتاب شروحات وتفاسير للتوراه وضعها اليهود. هناك تلمود بابلي تم كتابته في العراق في بابل، وهناك التلمود الاورشليمي الذي كتب في فلسطين. وقد جاء في التلمود، اذا سمحت لي ان اقرا لك فضل. مثل هذا النص يريد. جاء في التلمود البابلي المطبوع في امستردام في هولندا في فصل تحت عنوان السنهدرين صفحة 30، أن يسوع نودي أمامه مدة 40 يوما أنه سيقتل لأنه ساحر وقصد أن يخدع إسرائيل ويضله. وبما أنه لم يتقدم أحد للدفاع عنه، علق يسوع مساء عيد الفصح. هذه شهادة في كتاب كتبه اليهود الذين كانوا يرفضون الاعتراف بموت المسيح. وشاهد شاهد من أهلي. ثم في كتابات المؤرخ اليهودي يوسيفوس، ده شخص معروف مؤرخ يهودي عاش في القرن الأول وكان في فترة من الفترات قائد القوات الرومانية، كتب من أشهر كتاباته كتاب الحروب اليهودية وكتاب آخر يسمى أثار اليهود. قال في كتابه أثار اليهود الكتاب 18 فصل 33، كان في ذلك الوقت رجل حكيم اسمه يسوع، لو كان لنا أن ندعوه رجلا لأنه كان يصنع العجائب وكان معلما لمن كانوا يتقبلون الحق بالابتهاج، وجذب إليه الكثيرين من اليهود والأمم على حد سواء، وكان هو المسيح. وعندما أصدر بيلاطس الحكم عليه بالصلب بإعاز من رؤسائنا لم يتركه أتباعه الذين أحبوه من البداية، إذ أنه ظهر لهم حيا مرة أخرى في اليوم الثالث كما تنبأ أنبياء الله عن هذه الأشياء وعن ده كلام واحد يهودي مؤرخ يهودي يهودي. انا هقول لك كمان مصادر اليهود صلب المسيح، فانت كده يعني انا هقول لك مصادر وثنيه كمان كويس. وهل مثبت في هذا الكلام تاريخ طبعا واضح عن موت هذا الرجل الذي يدعى يسوع؟ طبعا عند يوسيفوس. طبعا. طيب اشكرك. مصادر وثنيه كده انت بديت يعني ايه تمسكني حاجات بقى. اتفضل. واحد اسمه كرنيليوس تاسيتوس، عاش من سنة 55 ل 120. ده كرنيليوس ده جنسيته ايه؟ روماني. مؤرخ روماني. اطلق عليه المؤرخ الاعظم. كويس. فيعني ده يعني على الحياد خالص. وروماني ومش لا مؤمن باليهودي باليهودية ولا المسيحية ولا اي حاجة، بره الموضوع خالص. كتب كتابين اسمهم الحوليات والتواريخ. الحوليات ده كتبه من سنة 14 ل 68 والتواريخ بعد موت نيرون لحد سنة 196. أشار لموت المسيح، قال لك إيه؟ أما المسيح فقد قتل في عهد الوالي بيلاطس البنطي. أما المسيح فقد قتل في عهد الوالي بيلاطس البنطي حاكم اليهودية أثناء سلطنة تيباريوس. واحد تاني اسمه لوسيان الساموساتي في القرن الثاني تكلم بازدراء عن المسيح وعن المسيحيين، وقال إن المسيحيين يعبدون إلى هذا اليوم رجلا ذا شخصية متميزة استحدث الطقوس الجديدة التي يمارسونها التي كانت علة صلبه. كويس. واحد ثالث. اذا تاريخيا الدنيا ماشية كويسة. لا ده انا عندي كتير كده. ده القرن الثاني الكلام ده موجود في المكتبات طبعاً والكتب طبعاً نقدر نبص له يعني نرجع. طبعا عندنا كتير، عندنا بلين الصغير، عندنا مارا بارسريبيون، عندنا ثالوس، وعندنا فيليجون. كل دول اتكلموا عن المسيح، اتكلموا عن صلبه، اتكلموا عن موته، تكلموا عن حياته، انه هذه احداث فعلا. ودول امبراطور روماني وثني يسمى تراجان. لما اتقبض على اغناطوس الانطاكي. مين اغناطوس الانطاكي؟ احد اباء الكنيسه الذي كان تلميذ للرسول يوحنا. وعندما اعترف بايمانه واعلن انه سيموت وسيكون مع المسيح حالا، فقال له انت تتحدث عن المسيح الذي صلب في عهد بيلاطس، اذا هذا امبراطور روماني كان يعرف هذا الحق وشهد به، لانها كانت حقيقه تاريخيه حتى لو هو مش مؤمن به ورفضه وحس انه ده كلام فارغ، لكنه هو كان شايفه شخص حي موجود. رائع. طيب دلوقتي انا يعني ناقشنا جزئيتين او ثلاثه ألخصهم، واذا كان عندكم اعتراض على هذا التلخيص للمشاهد يبقى قولوا لي. احنا قلنا انه المسيح شخص تاريخيا عاش في ارض فلسطين، وها كل ما وصلنا عنه في هذا التسجيل الكتابي الايماني هو ايضا صحيح تاريخيا في اماكنه الجغرافيه الصحيحه وهكذا، بشهاده مؤرخين يهود
من الذين قتلوا المسيح ممن لم يكن من مصلحتهم تماما أن يذكروا عنه شيء، ومن الوثنيين الذين كانوا على دراية بما يحدث في الساحة في تلك الفترة. سؤال أخير ده بعد إذنكم، هناك تشابه كبير جدا بين الأساطير زي أسطورة مثرى اللي قيل في يوم من الأيام أن المسيحية هي ديانة مثراتية، مثرى ده كان واحد وعمل شوية طقوس وواوا. أنا مش هتكلم في مين مثرى ومين أبولونيوس ومين الأسماء اللي ممكن تدخل المشاهد في متاهة، لكن لما أسمع أن في أسطورة، هذه الأسطورة قديمة تتشابه تشابه كبير مع حادثة تاريخية مسيحية قام بها المسيح، أيهما أصدق ولماذا لم يكون هناك تسريب تاريخي ما بين الاثنين؟ أنا عاوز إجابة مقتضبة ونهائية. إذا كانت المصرية أصلاً بدأت تظهر، المثراتية بدأت تظهر في نهاية القرن الأول الميلادي بأدلة تاريخية وعلم الأثار وحاجات كتير، المثراتية تظهر في نهاية القرن الأول الميلادي يعني بعد موت يعني المسيح، مش قبل المسيح، لا خالص خالص. الزردشتية اللي هم بيقولوا انه المثرية دي منها دي حاجة تانية مختلفة عنها خالص ولا مش علاقة ببعض كويس، لكن المثرية ظهرت في نهاية القرن الاول الميلادي وعندنا ادلة ناس قالوا انه العبادة ظهرت في نهاية القرن الاول، المعابد اللي اكتشفوها اللي هو كانوا بيقيموا فيها العبادة دي ظهرت مع نهاية القرن الاول. عاوز تقول ايه انها ظهرت القرن الاول؟ يعني هي نهايه القرن الاول، فلو في حاجه تشابه يبقى هي اللي اخذ المسيحيه مش العكس كويس. فاحنا عندنا ادله تاريخيه تؤكد مليون في الميه انه دي ظهرت مع نهايه القرن يبقى الاول، الاقدم هو الاصدق بالظبط كده، والاحدث هو اللي يشك فيه هو اللي خد القاعده طبعا، هو اللي خد. احنا عندنا ايات كتير حاجات كتير لو حابين نتكلم فيها محتاجين حلقه. الاحدث اخذ من الاقدم، فالاقدم هو الاوثق طبعا، والاحدث هو اللي ممكن يكون قد تعرض الى اي شيء، هو اصحابه ناقشوه وشوفوا مشاكله. أعزائي المشاهدين، بحث مثير للجدل. كنا قبل الحلقة قد فتحنا هذا الملف، أتمنى أن نكون قد وضعنا أيدينا بسرعة رغم قصر وقت الحلقة على بعض المفاتيح التاريخية التي تبعدنا عن أي شبهة تزييف تاريخي. أعزائي المشاهدين، في نهاية الحلقة نشكر ضيوفنا الكرام الأستاذ لوثر خليل باحث في علم الأديان ودكتور فريد صمويل باحث وكاتب معروف له الكثير من المؤلفات والمقالات الصحفية. نشكركم أعزائي المشاهدين، ولا تنسوا أن ترسلونا بكل ما يستجد من أسئلة، لأن هذا يخدمنا ويخدمنا جميعا نحن وأنتم في محاولة فهم وتثبيت الإيمان. وإلى اللقاء.